نصحح لك برك بان شباب القبائل ما سرحش 3 لاعبين بل سرحت 5 لاعبين وتم الانتداب تاع 4 لاعبين. واش نقدر نقول لك؟ هاد اللاعبين على كل حال مدوا كاع اللي عليهم كي مضاو العقد تاعهم يكونبري حراق ولا بن ساحة ولا منصوري ولا دونك هاد اللاعبين هادوما الامكانيات تاعهم لاباس بهم. عندك بالك الحظ ما سمح لهمش باش يتأقلموا في فريق شبيبة القبائل. نروح لك اللاعب بالك زكريا منصوري اللي لاعب دو 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 اخلاق مثاليه. ان جامي مونكي ان اونترينمون ملي بدا في شبيبة القبائل. انا جوسكا بريزون ما من به بلي عنده قدرات هائله، لكن ما سمحلوش الحظ وين بالك مشى مع شبيبة القبائل. دونك نتمنى له كل النجاح يكونبري الحراق تاني اللي بالك الناس تهدر تقول لك مشوش وتقول لك الاخر. حراق انا نشهد له باللي ملي تاني مضى لو كونترا تاعو في شبيبة القبائل ما عنده اوكون ابسونس. دونك مام لعب كامل المباريات. نتمنى لهم حظ ان شاء الله في الانديه اللي